السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا الأعزاء، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ كله كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض أول محاضرة لينا في الكوست مانجمنت. النهاردة هنبدأ محاضرة لينا بفصل جديد مع بروجكت كوست مانجمنت أو إدارة تكاليف المشروع. الفصل السابع في الكتاب بيعتبر من أهم الفصول اللي في المنهج. عليه أسئلة كتيرة في الامتحان، محتاج شوية تركيز مننا، أفكار مختلفة، أسئلة مختلفة، معلومات كتيرة دسمة، فمحتاجة مننا تركيز. إن شاء الله تعالى نحاول نبسط المفاهيم قدر المستطاع، وبإذن الله تعالى نحل عليه كتير عشان خاطر بس نستوعب إدارة تكاليف المشروع. طبعا في مادة كاملة في المحاسبة اسمها التكاليف، مادة كاملة اسمها كوستينج. فالناس اللي درسوا في كلية إدارة أعمال أو بزنس أدمنستريشن أو الناس اللي اتخرجوا من كلية تجارة فاهمين كويس قوي يعني كلمة كوستس أو تكاليف. فالتكاليف في حاجات تفاصيل منها كتيرة، زي مثلا المصروفات المباشرة والغير مباشرة، زي مثلا على سبيل المثال الفيكسد كوست المصروفات الثابتة، والفاريبل كوست المصروفات المتغيرة. يعني عندي شوية تفاصيل كتيرة في التكاليف. احنا بس بناخد الحاجات اللي من التكاليف اللي أنا محتاجها كإدارة مشروعات، ودي برضو نقطة لينا لازم نبقى احنا فاهمينها، ان ادارة المشروعات هي بتعتمد على علوم اخرى. ادارة المشروعات بتعتمد على علوم اخرى. يعني على سبيل المثال نتخيل مع بعض ان في علم كامل اسمه التكاليف، كوستنج مثلا، ده علم كامل اسمه ادارة التكاليف او كوستنج. وعندي في علم آخر اسمه إدارة المشروعات، إدارة المشروعات. إدارة المشروعات نفسه هو في جزء ترابط مع إدارة التكاليف. يعني نتخيل مثلا عندي حاجة بالشكل ده. نتخيل أنا عندي حاجة بالشكل ده. عندي في حاجة اسمها بي إم بي أو إدارة المشروعات الاحترافية أو بروجكت مانجمنت، وعندي حاجة اسمها كوست مانجمنت. فأنا هشوف معاكم إيه الحاجات اللي إحنا محتاجينها من إدارة التكاليف معانا في إدارة المشروعات، وده اللي إحنا هنتكلم عنه. برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا إن في بعض المصطلحات موجودة في إدارة المشروعات ومش موجودة في حتة تانية. زي مثلا إدارة القيمة المضافة، القيمة آسف الايرنت فاليو، القيمة المكتسبة. فعندنا مثلا أحد المصطلحات الجميلة اللي احنا هنتكلم عنها الايرند فاليو مانجمنت. فدي من ضمن المصطلحات اللي خاصة بس بالبي ام بي، اللي خاصة بس بالبي ام بي. فمثلا لكل علم ليه مصطلحات. يعني مثلا احنا بنتكلم على علوم الاتش ار على سبيل المثال، هيقول لك ان في حاجه اسمها ريكروتمنت سيلكشن هايرنج، حاجه اسمها ستافنج، بريفورمانس ابريزل. يعني في شويه مصطلحات كده. لو احنا بنتكلم مثلا على التسويق هتلاقي في شويه مصطلحات زي سيجمنتيشن، تارجتنج، بوزيشننج وهكذا. لو احنا برضو بنتكلم على التكاليف هتلاقي في شويه مصطلحات زي مثلا الدايركت كوست والاندايركت كوست، المصاريف المباشره والغير مباشره. زي مثلا بيتكلم على ميك اور باي اناليسيس، شويه حاجات كده كتيره في الكوستنج. طيب البي ام بي برضه ليها شويه مصطلحات، زي ما كنا بنتكلم على الكريتيكال باث ميثود، كنا بنتكلم على النتورك دياجرام او البريستيسنز ميثود او النتورك دياجرام. فكل الكلام ده دي مصطلحات البي ام بي فقط. ولكن اللي احنا محتاجين نعرفه الحته المشتركه اللي موجوده ما بين الكوست مانجمنت والبي ام بي، ودي اللي هتوضح اكتر من خلال الشابتر اللي هنتكلم عنه النهارده. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحدوتة من البداية. هنتكلم مع بعض النهاردة على مجموعة من التعريفات. هنعرف مع بعض يعني ايه بروجكت كوست مانجمنت، يعني ايه إدارة تكاليف المشروع. عندي أربع عمليات. هنتكلم مع بعض على بلان كوست مانجمنت. زي ما احنا متعودين ان أول عملية في البلاننج بتبقى بلان واسم النوليدج اريا، بلان كوست مانجمنت. عندي عملية شهيرة جدا اسمها ديترماين كوستس، ديترماين كوستس اسف استيميت كوستس. استيميت كوستس شبه الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن. احنا خدنا مع بعض في السكادول حاجة اسمها استيميت اكتيفيتي ديوريشن، اللي انا كنت بشوف كل اكتيفيتي الديوريشن بتاعها قد ايه. فدي نفس القصة،
هشوف كل اكتيفيتي الكوست بتاعها قد ايه. فعندي عمليه اسمها استيميت كوستس. عندي عمليه ثالثه اسمها ديترماين بادجت. ديترماين بادجت او اللي انا بحدد موازنه المشروع. وفي فرق ما بين كلمه بادجت وبالانس، في فرق ما بين كلمه موازنه وميزانيه. هنعرف مع بعض باذن الله الفرق ما بين كلمه موازنه المشروع وميزانيه المشروع. في فرق جوهري ما بين كلمه ميزانيه وموازنه، هنعرف الكلام ده بالتفصيل. طب بعد ما حددت البروجكت بادجت ندخل بقى على عمليه المونيتورنج اند كنترول. هنتكلم على الكنترول كوستس، ودي اللي تحتيها الايرند فاليو مانجمنت اللي هي اداره القيمه المكتسبه. وفي عندنا افكار كتيره من المسائل هنحلها مع بعض ان شاء الله تعالى، يعني من خلال الكورس مع بعض. فبسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا مع بعض الفصل السابع في الكتاب، بروجكت كوست مانجمنت. بروجكت كوست مانجمنت، مفيش شك ان تكاليف المشروع من اهم المحاور اللي لازم ندرسها. هي دي اللي بتكمل المثلث الذهبي. يعني المثلث الذهبي كان القاعده بتاعته السكوب، وكان احد الاضلاع سكادول، والضلع الثاني كان الكوست. وبالتالي تكاليف المشروع دي مهمه جدا لازم تتحسب. لو انا هبني مثلا عماره سكنيه لازم اعرف العماره هتكلفني كام. لو انا مثلا هعمل مشروع مصنع عايز اعرف المصنع هيكلفني كام. لو انا عايز اعمل مثلا مشروع مدرسه، مشروع يعني شركه برمجيات، طبيعي جدا السؤال اللي لازم اجاوب عليه هو المشروع ده هيكلف كام. المشروع هيكلف كام دي بقى حط تحتيها حاجات كتيره هنتكلم عنها النهارده. يعني لو انا مثلا بتكلم اللي انا عايز ابني عماره سكنيه، انا في عندي فلوس كتيره هتدفع، وفي عندي كمان تصنيفات كتيره للتكاليف. على سبيل المثال هتعاقد مع استشاري، ما الاستشاري ده ياخد مني فلوس. هتعاقد مع يعني على سبيل المثال شركه هتنفذ المشروع، ما الشركه دي هتاخد فلوس. مقاول من الباطن هياخد فلوس. هتعاقد مع شركه هتوفر لي العماله هتاخد فلوس. هشتري مثلا مواد خام هتاخد فلوس. هأجر مثلا معدات هدفع فلوس. عندي مثلا المهندسين اللي هيشتغلوا، مهندس الموقع ولا مدير المشروع ولا، هياخدوا فلوس. ممكن احمل كمان حاجات على المشروع، يعني ممكن مثلا تكون بنت السكرتاريه اللي في المكتب اللي بتاخد مرتب، احمل مرتبها على المشروع. ممكن يكون عندي مثلا في مصاريف نثريه، في عندي مثلا بجيب تصاريح للمشروع بتاعي، عايز اجيب تصريح مثلا عشان اعمال مثلا البناء، فمحتاج فلوس عشان استخراج التصاريح. كل دي كلها مصاريف. هشتري قطعة الأرض طبعا بدفع فلوس قطعة الأرض. عندي مصاريف خاصة مثلا بالناس اللي بتتابع الأداء، لو عندي كواليتي أشورنس أو كواليتي كنترول، ففي عندي في ناس مراقبي الجودة، ودول بياخدوا عندي فلوس. عندي كمان في هادر طالع من المشروع، ما الهادر ده بيتحسب تكلفته بتتحمل على المشروع. يعني مثلا انت اشتريت مواد خام وفي عندك اتبقى شوية مواد خام مش هتعرف تستفيد منها، فده بنسميه هادر او ويست. فالويستس المختلفه او الهادر بنحمله على المشروع. فكل الكلام ده كله هنعرف ازاي نحسبه من خلال البروجكت كوستس مانجمنت. فالبروجكت كوستس مانجمنت انكلودز ذا بروسيس انفولفد ان بلاننج، بخطط لتكاليف المشروع، استيميتنج بشوف كل اعمال هتتكلف كام، استيميشن هتتكلف كام، البادجيتنج بحدد الموازنه بتاعت المشروع، الفاينانسنج همول المشروع ازاي، الفاندنج هجيب فلوس منين والتوقيتات بتاعه الفلوس اللي انا محتاجها، مانجنج اند كنترولنج كوستس ازاي بقى اتابع مصاريف المشروع وازاي اعمل تحكم في المشروع. عشان ليه؟ عشان بمنتهى البساطه المشروع يخلص وزن الاستيميتد بادجت او الابروفد بادجت اللي احنا خدنا عليها موافقه. انا قلت مثلا العماره السكنيه هتكلف مليون، طب انت بناء على ايه قلت الرقم ده؟ فلازم يكون عندك فيه مقايسه بلغه يعني شركات الانشاءات. انا بعمل مقايسه، المقايسه دي فيها البنود المختلفه للاعمال وكل بند استيميتد هيكلف كام. فازاي نعمل مقايسه للمشروع؟ ازاي اطلع الميزانيه الموازنه التقديريه للاعمال؟ ازاي احسب يعني التكاليف بتاعه المشروع؟ كل دي كلها هنعرفها مع بعض. زائد بزود حاجه اسمها ريسك فاكتور. ريسك فاكتوري بمعنى انت ممكن الاسعار تزيد. يعني ممكن النهارده مثلا انا عامل حسابي ان طن الحديد وليكن مثلا ب 10,000، ممكن اثناء التنفيذ طن الحديد يبقى ب 11,000،
فانا عندي فيه زياده في الاسعار 10%، يبقى لازم يبقى عندك ريسك فاكتور، الريسك فاكتور ده هيسمع معاك في الفلوس، وبالتالي يبقى انت بتبص الموضوع وكمان بتحمل عليه الريسك فاكتور، خاص لو في زيادات حصلت في الاسعار، لو في مثلا حصل لا قدر الله اي كونتينجنسي، حاجات طارئه هتاثر عندك على تكاليف المشروع، كل دي بتاخد في الاعتبار. واضحه يا شباب؟ حد عنده سؤال قبل ما نبدا؟ واضحه؟ طيب نكمل مع بعض. زي ما اتفقنا انا عندي ثلاث عمليات في البلاننج، بلان كوست مانجمنت، استيميت كوستس، ديترماين بادجت، وعندي عمليه واحده فقط في المونيتورنج اند كنترول، كنترول كوستس. فلو انا بقارن الكوست بالسكادول، السكادول كانوا ست عمليات، دي اربع عمليات، فاقل منها، اقل منها في عدد العمليات، ولكن محتاجه تركيز شويه. يعني لو انت بصيت ان السكوب كان سته، السكادول سته تقريبا، ولكن الكوست اربعه، فهم عددهم نسبيا اقل من السكادول والسكوب، ولكن هو محتاج شويه تركيز مع بعض، خصوصا في الكنترول كوستس. طيب نفس الكلام اللي احنا قلناه في السكادول هنعيده مره ثانيه بالنسبه للكوست. لو انا عندي مشروع اجايل، المشروع الاجايل طبيعته السكوب غير واضح. طب نفس القصه، طب لو انا عايز اعمل استيميشن للكوستس، اذا كان السكوب غير واضح فطبيعي ان السكادول هيبقى غير واضح، طبيعي ان الكوستس هتبقى غير واضحه. يعني ايه غير واضحه؟ يعني انا لسه في بدايه المشروع ما عنديش استيميشن واضح المشروع هيكلف كام، ولكن عندي رينج. يعني اقول لك ان المشروع هيكلف مثلا من 100 ل 150,000، من 200 ل 300,000، بس مش عارف كام بالظبط. ليه؟ عشان السكوب غير واضح. يعني واحد مثلا بيقول لك انا عايز اوضب شقتي، هتكلف كام؟ هقول له ما اعرفش. ازاي ما تعرفش؟ هقول لك اصل على حسب انت عايز توضبها ازاي؟ انت عايز تعمل ارضيه رخام، ولا عايز تعمل ارضيه سيراميك، ولا عايز تعمل ارضيه باركيه ولا بورسلين؟ فكل واحده من دي هتفرق معاك في التكاليف. انت مثلا عايز تعمل لاكيه ولا ورق حائط، ولا عايز تعمل سبونش، ولا عايز تعمل، كل الكلام ده هيفرق معاك في التكاليف. فانا مش هقدر اقول لك، انت تقول لي عايز اوضب شقتي اقول لك كذا. طب لا، انا هديك بادجت اقول لك انت ممكن توضب شقتك مثلا يعني من 100 ل 200,000. لو انت عايز المينيمم هتكلف 100,000 مثلا يعني. لو انت عايز الماكسيمم هتدفع ماكسيمم 200,000. بس كام بالظبط انا ما اعرفش، عشان انت شخصيا صاحب الشقه مش عارف ايه اللي انت عايز تعمله في الشقه، فانا ازاي احدد لك تكاليف اذا كان انا مش عارف انت عايز ايه؟ فمنها فدايما في الاجايل بروجكت مانجمنت بيبقى في البدايه صعب ان انا احدد السكوب، صعب ان انا احدد البرنامج الزمني، صعب ان انا احدد التكاليف، ولكن بدي استيميشن. استيميشن يعني فيها نسبه ايرور. يعني ممكن اقول لك مثلا الشقه هتتكلف 100,000، ممكن تتكلف 120، او ممكن اقول لك هتتكلف 100,000 تتكلف 80، ما عنديش مشكله، ولكن ما اقدرش اديك رقم اكيوريت. هي دي النقطة بس احنا بنتكلم عنها. فكل ما يكون عندك انفورميشن كاملة، كل ما تعرف تسعر الحاجة. كل ما يكون عندك انفورميشن ناقصة غير كاملة، طبعا هيبقى صعب ان انت تسعر الحاجة. فده كلام منطقي يعني. طيب يبقى هنتكلم مع بعض في ثلاث عمليات في البلاننج: بلان كوست مانجمنت، استيميت كوست، ديترماين بادجت، واخيرا كنترول كوستس في مرحلة المونيتورنج اند كنترولنج. هو ده موضوعنا النهاردة. نبدأ الحدوتة من البداية. زي ما احنا متعودين ان اي نوليدج اريا في مرحلة البلاننج بكتب بلان زائد النوليدج اريا. دي اول عملية. عملنا الكلام ده في السكوب، بلان سكوب مانجمنت. عملنا الكلام ده في السكادول، بلان سكادول مانجمنت. ودلوقتي بنكرر نفس الكلام في الكوست، بلان كوست مانجمنت. يبقى وانت مغمض المخرج كوست مانجمنت بلان. طب الكوست مانجمنت بلان هنحطها فين وانت مغمض في البروجكت مانجمنت بلان؟ نفس الكلام اللي احنا بنقوله بنعيده. يبقى انت عندك هيبقى في ماستر بلان اسمها بروجكت مانجمنت بلان، خطه اداره المشروع، وعندك في سبسيدري بلانز، خطط فرعيه طالعين لك من اكتر من نوليدج اريا. طالع لك السكوب مانجمنت بلان وانت مغمض بتحطها في الفولدر اللي اسمه بروجكت مانجمنت بلان.
طلع لك requirements management plan وانت مغمض تحطها في الفولدر بتاع البروجكت مانجمنت بلان وهكذا. فنفس الكلام بالظبط هنعيده في الكوست. فاهمين يا شباب؟ يبقى انا زي ما اتفقنا قبل كده انت عندك زي كده ريبوزيتوري او عندك فولدر، الفولدر ده اسمه ايه؟ اسمه بروجكت مانجمنت بلان، اسمه بروجكت مانجمنت بلان. طيب الفولدر ده نفسه هيجي فين؟ هيجي في الانتجريشن. لما يجي نتكلم على الانتجريشن، ففي الانتجريشن في عمليه كامله اسمها ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان، اللي انا اطلع البروجكت مانجمنت بلان. طيب انا عندي مثلا سكوب، عندي مثلا سكادول اللي هم التسعه نوليدج اريا بقى، عندي مثلا كوست، عندي مثلا ريسورس، عندي مثلا كواليتي، عندي كوميونيكيشن اللي هم التسعه نوليدج اريا، عندي بروكيورمنت، عندي ريسك، عندي ستيك هولدر. اول عمليه وانت مغمض بلان واسم النوليدج اريا. فعندي مثلا بلان سكوب مانجمنت، بلان سكادول مانجمنت، بلان كوست مانجمنت، بلان ريسورس مانجمنت، بلان كواليتي مانجمنت وهكذا. طب ايه المخرج وانت مغمض النوليدج اريا زائد بلان؟ اهي سكادول مانجمنت بلان، كوست مانجمنت بلان، ريسكس مانجمنت بلان. فاهمينها؟ يبقى اسم النوليدج اريا بلان. طيب شويه السب بلانز دول او شويه السبسيدري بلانز يتحطوا فين وانت مغمض؟ يتحطوا في البروجكت مانجمنت بلان. يبقى انت كل عمليه من دول هتطلع لك سبسيدري بلان وانت مغمض تتحط فين؟ تتحط في البروجكت مانجمنت بلان. واضحه يا شباب؟ فاهمين اقصد ايه؟ هو ده اللي احنا هنعمله، هو ده اللي احنا هنعمله. فاحنا دلوقتي في مرحله الكوست. فاول عمليه وانت مغمض بلان كوست مانجمنت، الكود بتاعها 7.17، انت في الفصل السابع 1 عشان دي اول عمليه. ما احنا قلنا ما فيش عمليات في الانيشيشن، فاول عمليه في البلاننج بلان كوست مانجمنت. طب المخرج بتاعها الخطه نفسها الكوست مانجمنت بلان. الكوست مانجمنت بلان تتحط فين وانت مغمض؟ في الفولدر اللي احنا قلنا عليه البروجكت مانجمنت بلان. واضحه؟ طيب نفس الكلام اللي قلناه في السكوب وعدناه في السكادول هنعيده مره ثانيه في الكوست. طب ايه التولز والتكنيكس؟ الاكسبرت جادجمنت حكم الخبراء، الداتا اناليسز تحليل البيانات، الميتنجز الاجتماعات نفس الكلام قلناه. طب ايه المدخلات؟ البروجكت تشارتر وثيقه المشروع، السكادول مانجمنت بلان اللي طلعت معايا في السكادول، الريسك مانجمنت بلان هتطلع معايا في الريسك، الاي اف والاو بي اي. خلصت العمليه. طيب يعني ايه كوست مانجمنت بلان؟ يعني خطه اداره التكاليف او تكلفه المشروع. يعني ايه خطه اداره تكلفه المشروع؟ يعني انت وانت مغمض هاو ازاي؟ ازاي هتعمل استيميت للكوستس؟ ازاي هتحدد البادجت؟ ازاي هتعمل كنترول للكوستس؟ ايه هي انواع الكوستس المختلفه؟ لسه كنا قايلين ممكن يكون في عندي دايركت او اندايركت كوستس. طيب مثلا اليونت اوف ميجر، يا ترى التكاليف بتاعتك هتحسبها بالجنيه المصري ولا هتحسبها بالدولار ولا باليورو ولا بالريال السعودي ولا بالدينار؟ ولا بتحدد اليونت اوف ميجر. بتتكلم كمان على الليفل اوف بريسيشن، يعني انت مثلا لو هتقرب تقرب لكام علامه عشريه. بيتكلم على الليفل اوف اكيورسي، يعني زي مثلا اكسبتابل رينج بلس اور ماينس 10%. يعني انا مثلا بقول لك ان الحاجه هتتكلف مليون بلس اور ماينس 10%، يعني ممكن من 990,000 او من 900,000 ل مليون و100,000. واضح يا شباب؟ طيب تاني، طيب معذره تاني، بقول لحضراتكم البلان هعيد تاني. حاضر. البلان بمنتهى البساطه ان خطه بيحط فيها ازاي هعمل تحكم في التكاليف، ازاي هحدد التكاليف، ازاي هحدد الموازنه، ازاي يبقى معناه بلان. يبقى انا عندي كوست مانجمنت بلان هحط فيها ازاي هعمل استيميتس للكوستس، ازاي هعمل ديترماين للبادجت، ازاي هعمل كنترول للكوستس. مش كده بس، ده كمان هصنف انواع التكاليف جوه الخطه. انا عندي على سبيل المثال انواع مختلفه من التكاليف زي دايركت واندايركت كوستس. على سبيل المثال ايه الوحده اللي انت هتستخدمها في القياس؟
اليونت اوف ميجرز. يا ترى انت هتطلع الاسعار مثلا لو انت هتعمل مقايسه، هتطلع الاسعار بالجنيه ولا باليورو ولا مثلا بالدينار ولا بالدولار ولا بايه؟ طب كمان الليفل اوف بريسيشن هتقرب لكام رقم 10؟ فاكرين واحنا بنعمل سيت اب لمايكروسوفت بروجكت في الاول خالص، لما جينا على قائمه فايل واخترنا سيتنج وظبطنا البروجكت اوبشنز، هو ده اللي احنا بنقول عليه. فانت بتحط السيت اب بتاع تكاليف المشروع بتحطها بس في البلان. طيب برضو نفس القصه، لو انا بتكلم ان شكل التقرير هيبقى عامل ازاي، ريبورت فورماتنج، طب ان انا هقيس اداء المشروع ازاي، هيتكلم على الاي في ام، كل ده بنحطه ككلام نظري في البلان ونطبقه عملي في البروسيس اللي جايه. طيب العمليه الثانيه، العمليه الثانيه بالظبط شبه العمليه اللي احنا خدناها في السكادول. في السكادول كانت عندنا في استيميت اكتيفيتي ديوريشن، استيميت اكتيفيتي ديوريشن اللي انا كنت من خلالها بعمل ايه، بشوف كل اكتيفيتي تقريبا هتاخد وقت قد ايه، استيميت اكتيفيتي ديوريشن. قلنا بستخدم ايه، بستخدم الاكسبرت جادجمنت، بستخدم الانالوجاس، بستخدم البارامتريك، بستخدم البوتوم اب، بستخدم الثري بوينت. نفس الكلام بالظبط اتكرر معايا فين، في الاستيميت كوستس. نفس الكلام بالظبط اتكرر معاك في الاستيميت كوستس. يبقى احنا ناخدها قاعده عامه، انا عندي في ثلاث اكتيفيتيز في الكورس بتاعنا بيبتدوا بلفظ استيميت. ايه هما؟ بصوا معايا اهم ثلاث اكتيفيتي بيبتدوا بلفظ استيميت. الاكتيفيتي الاولى اسمها ايه؟ اسمها استيميت اكتيفيتي ديوريشن اللي الكود بتاعها 6.4. الاكتيفيتي الثانيه 7.2 استيميت كوستس. الاكتيفيتي الثالثه في الريسورس اهي. الثلاثه دول شبه بعض. يعني ايه الثلاثه شبه بعض؟ انا عندي نشاط، انا عايز اعرف النشاط ده هياخد وقت قد ايه. مين اللي يجاوب على السؤال ده؟ اللي يجاوب على السؤال ده استيميت اكتيفيتي ديوريشن. انا عايز اعرف النشاط هيكلف فلوس قد ايه، مين اللي يجاوب على السؤال ده استيميت كوستس. انا عايز اعرف النشاط هياخد ريسورسز قد ايه، مين اللي يجاوب على السؤال ده استيميت اكتيفيتي ريسورسز. تاني انا عندي اكتيفيتي، عندي نشاط، عايز اعرف النشاط ده هياخد معايا وقت قد ايه، هياخد معايا ديوريشن مده زمنيه قد ايه. انا عايز اعرف الوقت النشاط ده هياخد معايا تكاليف قد ايه، انا عايز اعرف النشاط ده هياخد معايا ريسورسز قد ايه. فانا في عندي ثلاث عمليات، ثلاث عمليات فقط من ضمن ال 49 عمليه اللي موجودين في الكتاب الاصدار السادس. ثلاث عمليات فقط بتتكلم على، بتبدا بحرف الاستيميت، بتبدا بكلمه استيميت. استيميت اكتيفيتي ديوريشنز، استيميت كوستس، استيميت اكتيفيتي ريسورسز. الثلاثه دول تقريبا شبه بعض. يعني ايه تقريبا شبه بعض؟ واحنا لما كنا مع بعض بنتكلم على استيميت اكتيفيتي ديوريشن قلنا ايه الاوتبوت؟ قلنا الاوتبوت ان كل اكتيفيتي الديوريشن بتاعها قد ايه، وقلنا الاوتبوت البيزس اوف استيميتس. مش ده نفس الكلام احنا قلناه؟ يبقى الاوتبوت الاكتيفيتي ديوريشنز نفسها والاوتبوت البيزس اوف استيميتس. طب نفس القصه، انت دلوقتي بتقول استيميت كوستس، يبقى الاوتبوت هيكون ايه؟ ان كل اكتيفيتي ايه الكوست بتاعها، الاستيميتد كوست، وكل والبيزس اوف استيميت انت خدت قرار بناء على ايه. طب نفس القصه الاستيميت اكتيفيتي ريسورسز، هتقول لي ان كل اكتيفيتي استيميتد ريسورسز قد ايه، والبيزس اوف استيميت اللي انت اشتغلت على اساسها. فالثلاثه دول شبه بعض في المخرجات، بس طبعا كل واحده المخرج بتاعها غير الثاني. برضو شبه بعض في التولز والتكنيكس. احنا لما جينا اتكلمنا في الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن قلنا اللي انت بتستخدم الاكسبرت جادجمنت، الانالوجاس، صح؟ بتتكلم فيه البارامتريك، بتتكلم فيه الثري بوينت استيميتس، بتتكلم في البوتوم اب. نفس الكلام هنعيده تاني، نفس الكلام هنعيده مره ثالثه واحنا بنتكلم على الاستيميت اكتيفيتي ريسورسز. طب بالنسبه للمدخلات برضه هتلاقي شبه بعض. يعني هنرجع مره ثانيه، بصوا معايا المدخلات، انا عندي اكتيفيتي عايز اعرف الديوريشن بتاعها، واضحه؟ طب انا عندي اكتيفيتي عايز اعرف تكلفتها، طب انا عايز عندي اكتيفيتي عايز اعرف الريسورسز المختلفه،
وبالتالي ان الاساس عندي الاكتيفيتيز نفسها. طب الاكتيفيتيز موجوده فين؟ الاكتيفيتيز موجوده في البروجكت سكادول. ما هي دي الاكتيفيتي، اللي هي الاكتيفيتي ليست، بعد ما احنا ظبطناها وعملنا لها كومبريشن وعملنا كل حاجه، حطيناها في الاخر فين؟ في السكادول بتاع المشروع. فالسكادول بتاع المشروع هو ده عباره عن الاكتيفيتيز المختلفه بالاستيميتد ديوريشن، بالسيكونسز بتاعها، بكل حاجه. فهو ده اللي انا هستخدمه عشان خاطر احسب الكوست استيميتس لكل اكتيفيتي. ولو انا جمعت بوتوم اب من تحت لفوق عرفت المشروع كله هيكلفني كام. هنجرب الكلام ده عملي، بس انا بس بديكم يعني تصور اللي احنا هنطلع بيه في الاخر. يبقى انا اللي هطلع بيه في الاخر ان كل نشاط داخل المشروع هيكلف كام. يبقى انا لو جمعت من تحت لفوق هعرف المشروع كله هيكلف كام تقريبا. طيب ايه هي المدخلات؟ البروجكت مانجمنت بلان بولادها، الكوست مانجمنت بلان، الكواليتي مانجمنت بلان، طبعا دي هتطلع في الكواليتي. السكوب بيز لاين، ايه هو السكوب بيز لاين؟ ثلاث حاجات، الدبليو بي اس، الدبليو بي اس ديكشنري، والسكوب ستيتمنت. ما تنساش السكوب بيز لاين ثلاث حاجات، الدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري والسكوب ستيتمنت. طب ايه هي؟ الدوكيومنتس، الليسونز ليرند، البروجكت سكادول، الريسورس ريكويرمنتس، والريسك ريجستر، ده من اسمه هيطلع معانا في الريسك، والاي اف والاو بي اي. المخرج اللي عندي الكوست استيميتس، البيزز اوف استيميتس، البروجكت دوكيومنتس ابديتس، ومن ضمنها ممكن احدث بعض المستندات زي الاسامشن لوج، الليسونز ليرند، الريسك ريجستر. ايه هي التولز والتكنيكس؟ الاكسبرت جادجمنت، حكم الخبراء، الانالوجس استيميتنج، اللي انا بشوف مشاريع مشابهه التكاليف كانت بتتكلف كام، واعمل نفس الموضوع تقريبا على المشاريع الجديده. طبعا بيبقى في انفليشن ريت بيتحط، يعني مثلا لو انا بنيت عماره السنه اللي فاتت وليكن كلفتني مليون، السنه دي مش لازم مليون بالظبط عشان في انفليشن ريت، الحديد زاد، الاسمنت زاد، كل حاجه زادت، وبالتالي ممكن مثلا اضرب في فاكتور معين واطلع الاستيميشن لتكلفه العماره السنه دي. يعني البارامتريك استيميتنج، بعمل الموضوع في صوره مقايسه. البوتوم اب استيميتنج، بجمع من تحت لفوق. الثري بوينت استيميتنج اللي هي البسيمستيك والاوبتيمستيك والموست لايكلي، نفس المعادله اللي احنا خدناها اللي هي البسيمستيك زائد 4 الموست لايكلي زائد الاوبتيمستيك على 6، نفس اللي قلناه بالظبط. الداتا اناليسيز قلناها، الالترناتيف اناليسيز تحليل بدائل، الريزيرف اناليسيز الاحتياطي، الكوست اوف كواليتي، البي ام اي اس، الديسيجن ميكنج. طيب باشمهندس اسماعيل عندك سؤال؟ اتفضل. بعد اذن حضرتك يا دكتور، بس سؤال دلوقتي بالنسبه للتولز اللي هي الانالوجس استيميتنج والبارامتريك استيميتنج والبوتوم اب استيميتنج، احنا خدناها قبل كده في السكيدول. يس. هل في الناحيه العمليه انا بطبق الثلاث تولز اند تكنيكس ولا حاجه واحده منهم؟ ممكن تختار حاجه واحده، مش لازم. يعني طبعا اكثرهم شهره هو البارامتريك. الانالوجس زي ما اتفقنا هو بيديك رقم سريع بس ما بيبقاش فيه دقه كافيه. يعني زي ما قلت لك، يعني بما يرضي الله كده العماره هتتكلف كذا، ولكن انا ما حسبتهاش بالورقه والقلم، فبيبقى فيها نسبه ايرور عاليه عشان هي في الاخر رقم راندوم. يعني هو طبعا هو راندوم، ولكن هو يعني معتمد على شويه انفورميشن عندك، يعني شويه معلومات عندك، ولكن اللي بيبقى فيه نسبه ايرور هو كويك وين، سريع كده بسرعه او بتطلع رقم سريع، ولكن مش دايما بيبقى دقيق. فالاكثر دقه من البارامتر من الانالوجس البارامتريك، فعاده الشركات بتعمل بارامتريك. يعني هوريكم مثلا مثال عملي عشان بس تبقوا انتم فاهمين احنا بنعمل بارامتريك ده في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. يعني هوريكم البارامتريك ده كانك بالظبط بتعمل مقايسه. بالظبط كانك بتعمل مقايسه. فلو انت عايز تعمل مقايسه، انا هفتح لكم الاكسل شيت اهو. بصوا معايا، ادي الاكسل شيت. اكسل شيت عادي ما فيهوش حاجه. هو احنا لما بنيجي نعمل مقايسه بنعملها ازاي؟ بصوا معايا، هعملها حتى بالعربي. بنكتب ايه؟ بنكتب مثلا مسلسل البند، وليكن مثلا الوحده، سعر الوحده، عدد الوحدات، الاجمالي، ولو في عندك اي ملاحظات. هو ده في واقع الامر اللي احنا بنعمله.
فنجرب مثلا نعمل حاجه زي كده بسيطه خالص. طيب نتخيل مثلا عندي البنود اللي عندي اكتر من بند، فبقى في عندك مسلسل كده لكل بند. نتخيل مثلا عندي بنود زي كده مثلا، اي حاجه يعني. المهم يعني فانا عندي مثلا على سبيل المثال فور اكزامبل يعني عندي مثلا حديد تسليح. طبعا بنكتب ديسكريبشن الوصف يعني. طب الحديد بايه مثلا؟ بالطن. نتخيل مثلا سعر الطن 10,000 مثلا يعني. عندي مثلا انا محتاج كام طن؟ محتاج 5 طن. يبقى الاجمالي بيساوي ايه؟ بيساوي 5 في 10,000 يبقى 50,000. هشد دي بس لتحت كده. طب نتخيل مثلا اسمنت برضو نفس القصه بالطن. نتخيل مثلا سعر الوحده اي حاجه 1000 1500، انا بدي اي امثله يعني. نتخيل محتاج مثلا 10 طن وهكذا. محتاج مثلا على سبيل المثال محتاج مثلا طوب. نتخيل بالعربيه محتاج كام؟ 10 عربيات على سبيل المثال. سعر العربيه وليكن 500 جنيه اي حاجه يعني، محتاج 10 عربيات وهكذا يعني. المهم يعني ففي الاخر هو ده اللي انت بتعمله. فمنها عايز تعمل اي حاجه كرانيش وليكن مثلا متر طولي، سعر المتر الطولي على سبيل المثال اي حاجه 100 جنيه. عندي مثلا 50 متر طولي. انا بس بديكوا امثله يعني، طبعا الارقام مش دقيقه قوي. المهم يعني طب اجي في الاخر خالص بروح اعمل ايه؟ اعمل اجمالي. عايز اعرف المشروع هيكلفني كام، اروح اعمل اجمالي واجي هنا اعمل سبمشن. هي دي المقايسه اللي احنا بنعملها يعني، وبنزود فيها كل حاجه بقى. عندك مثلا عماله، وليكن مثلا العماله على سبيل المثال العامل الواحد بياخد مثلا 100 جنيه في اليوم. طب هيشتغل كام يوم؟ هيشتغل مثلا 50 يوم في المشروع، يبقى ده هيكلفك كذا. المهم يعني بتحط كل حاجه يعني، بتحط كل حاجه يعني. فانت بتحط كل التكاليف اللي عندك، هيجي لك في الاخر المشروع مكلفك كام. هو ده البارامترك بمنتهى البساطه يعني. يعني اللي احنا عملناه ده هو ده اللي انا بسميه البارامترك بمنتهى البساطه يعني. واضح يا شباب؟ اللي احنا بنسميها حتى بال يعني باللغه الدارجه يقول لك انا بعمل مقايسه. فهو ده اللي احنا عملناه. ففي الاخر انت عندك ادي الاجمالي اللي عندي اللي طلعنا بيه في الاخر على سبيل المثال، هو ده المشروع بتاعي فور اكزامبل يعني. واضح كده يا باشمهندس اسماعيل؟ تمام يا دكتور، شكرا. طيب ممتاز ممتاز. صح كلامك صح يا باشمهندس محمود، كلامك صح. طيب ممتاز. محمود بس بيقول لي ان الانالوجس اقلهم في الدقه. الانالوجس اقلهم في الدقه. طبعا بوتوم اب معاها البارامتريك الاثنين مع بعض، يعني انت شغال من تحت لفوق، انت بتشوف كل بند استيميتد قد ايه. يعني مثلا انت مثلا هنعمل مثلا البدروم، فالبدروم هياخد معاك حديد قد ايه وسعر تكلفه الحديد. بس خلي بالك ان طبعا اساتذتنا في هندسه مدني فاهمين الكلام ده يعني، ان الحديد المسلح اللي انا بستخدم في البدروم او البيزمنت غير الحديد المسلح اللي انا بستخدم في الروف. ليه؟ عشان البيزمنت عليه احمال اكتر من الروف، وبالتالي ان التخانه بتاعت الحديد او السمك او يعني القطر بتاع الحديد لو انا هستخدم في البيزمنت او في الدور الارضي غير الدور الخامس غير الدور الروف والكلام ده. فانا بشتغل من تحت لفوق كاني عندي الورك بريك داون ستراكشر، وكاني عندي الورك باكجز، وامسك كل بند اكسره الاكتيفيتيز زي ما خدنا في السكادول، واشتغل بقى استيميشن من تحت لفوق لغايه لما اوصل. طيب نخلص احنا كده خلصت على فكره، خلصت يعني العمليات الثانيه. يبقى انا تاني، يبقى انا عندي البروجكت مانجمنت بلان، الكوست مانجمنت بلان، الكواليتي دي الانبوتس، وادي التولز والتكنيكس، وادي الاوتبوتس. ناقص لي بس حاجتين، الكوست اوف كواليتي والريزيرف. الريزيرف دي احنا شرحناها المره اللي فاتت لو انتوا فاكرين. قلت اللي انا عندي الريزيرف عندي حاجتين اللي هي نون اوف انون وانون اوف انون. قلنا الكلام ده نون اوف انون، انت متوقع ان في ريسك هيحصل فراكن فلوس على جنب احتياطي، بنسميها نون اوف انون او بنسميها كونتينجنسي ريزيرف. طيب انون اوف انون انت راكن فلوس برضه احتياطي لحاجه انت مش عارف ايه هي،
فبيسميها unknown of unknown. يعني على سبيل المثال انت متوقع مثلا يحصل لا قدر الله ريسك معين فانت لكن فلوس على جنب، زي مثلا انا يعني عامل حساب ان الحديد ممكن يغلى، فبدل ما انا بحسب مثلا ان الطن ب 10000 حاسب الطن مثلا ب 11000 ولكن الفروق الاسعار دي على جنب احتياطي، فدي بسميها نون اوف انون او كونتينجنسي ريزيرف. طب العكس انا راكن مثلا 100000 على جنب طوارئ، ليه ما اعرفش بس انا راكنها طوارئ، فدي بنسميها ايه انون اوف انون او بنسميها مانجمنت ريزيرف. الكونتينجنسي ريزيرف اللي بيحدده مدير المشروع معايا وبيدخل فيه الكوست بيز لاين زي ما هنعرف بعد البريك، والمانجمنت ريزيرف اللي بيحدده السبونسر وما بيدخلش معايا في البيز لاين بس بيدخل في البادجت بتاعه المشروع، وهنعرف الكلام ده بعد البريك ان شاء الله. طيب الكوست اوف كواليتي الجوده نفسها ليها تكاليف، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله تعالى في النولج اريا اللي جايه لما نتكلم على الكواليتي مانجمنت. ايه هي البريك داونز؟ عندك في حاجه اسمها انسبكشن، ففي تكاليف للابريزل، في عندك مثلا تكاليف خاصه بالسكراب او لو في عندك ويستس او حاجات بايظه فدي ليها تكاليف، ففي عندك هنسميها فيلير المحاضره اللي جايه، ففي عندك تكاليف خاصه بالانترنال فيلير والاكسترنال فيلير، وفي عندك تكاليف خاصه بالبريفنشن كوست تكاليف الوقايه، وعندك في تكاليف خاصه بالابريزل اللي هي خاصه بالاختبارات او خاصه بالتكاليف اللي خاصه بال يعني اللي احنا بنسميها العلاج بتاعه المشكله او التست والاختبارات وهكذا، فدي ليها تكاليف هناخدها بالتفصيل في ان شاء الله تعالى في النولج اريا اللي جايه الخاصه بالكواليتي، هنعرف الكوست اوف كواليتي بتتحسب ازاي. بس هي مبدئيا هي اربع انواع، بريفنشن كوست وابريزال كوست وانترنال فيلير واكسترنال فيلير، وهنفهم الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في الكواليتي ما تقلقوش. يعني البي ام اي اس البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم الديسيجن ميكنج، حلو قوي. طب ايه المخرج اللي عندي؟ المخرج اللي عندي بكل بساطه الاكتيفيتي هتتكلف كام معايا، وهذه المخرج بمنتهى البساطه. وكمان عندي فيه الكونتينجنسي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكونتينجنسي للحاجات الايدنتيفايد ريسكس اللي انا متوقعها، والمانجمنت ريسك الريزيرف للانون اوف انون زي ما احنا قلنا. طيب انا كده خلصت العمليه الثانيه، اللي عنده سؤال يسال يا شباب قبل ما نطلع بريك. انهي نقطه يا اسماعيل؟ باشمهندس اسماعيل انهي نقطة؟ أنا في النقطة اللي حضرتك شرحت فيها الـ Data Analysis. الـ Quality، الـ Cost of Quality. Reserve Analysis. طيب احنا قلنا Reserve Analysis، Reserve Analysis ده معناها كلمة Reserve معناها احتياطي، تحليل الاحتياطي. فقلنا أنا عندي نوعين من الاحتياطي. احتياطي بسميه Contingency Reserve، احتياطي طوارئ. وعندي فيه مانجمنت ريزيرف احتياطي اداره. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الكونتينجنسي ريزيرف اللي بيحدده مدير المشروع، المانجمنت ريزيرف اللي بيحدده سبونسر. الكونتينجنسي ريزيرف بسميه نون اوف انون، يعني انت عندك حاجه انون ريسك ممكن يحصل ولكن انت عارف احتمال يحصل، يعني زي ما احنا خدنا اكزامبل بتاع الحديد التسليح، نتخيل النهارده طن الحديد ب 10000 بس انت خايف لا الحديد يغلى الفتره الجايه، بس خلي بالك انا مش متاكد، انا خايف اللي هو يغلى، وبالتالي انا حاطط ريزيرف على جنب بسميه كونتينجنسي ريزيرف في حاله لو غلى الحديد اسحب من الكونتينجنسي ريزيرف. طب العكس المانجمنت ريزيرف اللي بيحدده سبونسر، لكن فلوس طوارئ لحاجه احنا ما نعرفش ايه هي بس ممكن تحصل، فده بسميه مانجمنت ريزيرف. هناخد الكلام ده بالتفصيل في الريسك ان شاء الله. طيب استاذنكم نطلع بريك، وبعد البريك نكمل العمليه الثالثه الديترماين بادجت ان شاء الله تعالى، اخر عمليه هناخدها النهارده ديترماين بادجت. نطلع 10 دقايق بريك ونتقابل بعد البريك يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.